ده مهم جدا على مستوى التخطيط كمان. الانديه على مستوى التخطيط كانت بالظبط بتخطط بشكل كبير جدا للانديه العالميه، وخاصه في اوروبا في الانتقالات الشتويه الاخيره. عايز اعرف رايك في الانتقالات الشتويه الاخيره في اوروبا، شفتها ازاي؟ اهم الصفقات اللي ابرتها او اللي نفذتها الانديه على مستوى الدوريات الخمس الكبرى، كان في رايك مين الصفقه اللي تقدر تقول عليها كانت صفقه مهمه جدا لهذا النادي؟ يعني مبدئيا يا كابتن، انا بشوف ان موسم الانتقالات الشتويه 2023 هو موسم تشيلسي بكل تاكيد. 8 صفقات قويه جدا، فيها عناصر هتكون من افضل العناصر في العالم خلال العشر سنين المقبله. اعتقد ان تشيلسي انتصر انتصار عظيم جدا، وانا على خلاف الناس اللي بتقول ان ده بيتم بشكل عشوائي وان الملك الجديد بينفق بشكل فيه والله بذخ. كتير يا سعيد، يعني صحيح. في ناس في قاعده كبيره جدا تقول لك النادي بيصرف كتير جدا، ولكن صرف بدون يعني بدون مردود على مستوى النتائج، على مستوى البطولات. اتكلموا على لوكاكو، صحيح. راح وجيب مبالغ كبيره جدا. شايف انت شايف حاجه مختلفه؟ انا بشوف ان التوقيت ده بالتحديد مع امكانيه عدم وصول تشيلسي هذا الموسم للمراكز الاربعه الاولى، فكان مهم جدا انك تضم عناصر كتير من الاسماء الكبيره ومن العناصر اللي ليها مستقبل كبير. لان كابتن الصيف الجاي اي فريق هيكون خارج دوري ابطال اوروبا هتكون فرصه في الفوز بصفقات كبيره جدا من الحجم الثقيل محدوده. وبالتالي هنا تشيلسي فكر بشكل ذكي، كان عنده المبادره بشكل مبكر، وهنا درس لاداره ليفربول، واللي كمان بيضفي مزيد من الضبابيه حول مستقبل اداره ليفربول. لان حقيقي ليفربول سيء جدا جدا في هذا الميركاتو، كان الفريق الاكثر احتياجا للدعم في مركز وسط الملعب بالتحديد. من المفترض انه كان قريب من اهم صفقه في هذا الميركاتو، صفقه انزو وفرنانديز، ولكنه راح لجاكوبو في مركز الهجوم، كان المركز الاولى او الاكثر احتياجا للتدعيم. فبالتالي خروج ليفربول من الاربعه الاوائل، ودي هيحصل بنسبه محتمله بنسبه كبيره جدا، هيقلل من فرص الفريق الموسم او الصيف المقبل في انه يضم صفقات، لان مفيش حد هيجي الفرقه ما بتلعبش دوري ابطال من الاسماء الكبيره. انزو فرنانديز لاعب كبير جدا من منتخب الارجنتين، صغير في السن، صحيح. عنده فبالتاكيد مش هيقبل يلعب في فرقه. فانا بشوف تشيلسي ضربه قويه جدا جدا انه قدر يبادر من دلوقتي، ان قدر يعمل قوام. هشوفه هيجني قدام، هشوف ليفربول في الناحيه الثانيه هيدفع ضريبه الميركاتو المتخاذل. وحتى لو ملاك ليفربول بيفكروا في امكانيه بيع النادي، فبالتالي انت بتحتاج انك تثقل الفريق، لان ده بيرفع من قيمه البيع النادي طبعا وميزانيه البيع. فبالتالي انا بشوفه ميركاتو سيء جدا لليفربول، ميركاتو قوي جدا لتشيلسي، ميركاتو متوسط لارسنال.